خير، شو جابك؟ ناديني المدام على السريع. المدام عندها ضيوف مو فاضية لك. ناديني المدام، قولي لها هارون بدي احكي معك كلمتين احسن ما اعمل لك فضيحة باب البيت. وينها؟ قال بتقول المدام انها استغنت عن خدماتك ويا ريت تتركها بحالها. هلا استغنت عن خدماتي؟ يا هارون اسمع مني، هون الشغل مو خرجك، يا اخي دور لك على شغل تاني، بعدين الشغل هون بده زلمه لا يشوف ولا يحكي ولا يسمع. سارة شو عم تساوي؟ وينو قدوسة؟ ليكو ضايق خلقي. قدوسة؟ عم تفكر باللي عم فكر فيه؟ تمام عم تطلع؟ لك شو هاد؟ شو هاد يخرب بيتك لك يا عالم يا ناس ارحموني والله انا حرام شعري وتعبي هيك يروحوا بالاراضي لك وين عيونك وين عيونك على مهلك حسابك بعدين بعدين حسابك شرفي ست ابتسام شرفي مين هارون بيك ورفقاته أهلين هارون مين هاي؟ هلا بالليك هاي فوت أخي فوت لك أخي أمانة حاكي بعرف حركاتك ما تكون خاطفة للبنت أنا مو خاطفة أنا هاي حزيري هاي مين هاي بنتها للممثلة لوسي لوسي اللي بدك تتجوزها؟ هي هي أمها راحت تشتري غراض تركتها عندي وأنا عندي شغل مالي فاضي شغل شو؟ عم أمن بضاعة لمسلسلات والله ايوه تعالي تحاي حطيها عندك يعني إذا ما في مشكلة شوفي ما أحلاها سارة هي تخيل عينها إيه والله حلوة شايفة شلون؟ معلم شو رأيك أول شي نشوف المكاتب ولا بتحب نطلع على الفلال؟ لا لا على المكاتب هون قريب علينا لبكرة ايه شوف مين عم يتصل هلا بس أبو زهير المعلم ايه أهلا أهلا بالمعلم كيفك؟ لا الحمد لله الامور كلها اوكي. لا 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 هاني بالمكتب. طالعين هيك جوله استطلاعيه على اللوكيشنات. الامور كلها اوكي. النص بعد بكره لا بعد بكره ابعد احتمال بكون عنا ان شاء الله، اخر حلقه. لا والله يا ابو زهير بدنا نتاخر شوي لانه ما بعرف شو بدي اقول لك بس لوسي ما راح تصور معنا. اعتذرت. ايه طول بالك طب لحظة لا اشرح لك يا استاذ اذا طب خلني افهمك شو القصة ايه طول بالك لحظة يا استاذ ايه مثل ما بدك مثل ما بدك الله معك شو معلم اوعى تقول لي فاس فاس قال هو اللي بيع كله على اسم لوسي واذا ما كانت لوسي بالمسلسل ما عاد بده موله بحفظ قول الحمد لله سيدي مو مشكلة دائما وابدا لوسي هلا اهلا وسهلا بالصبايا الحلوين الامير شو يا حلو شو اسمك انتي؟ مايا وانتي؟ سليم الله ثواني ايش هاي؟ شو 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 بدك شو بدك شو بدك؟ فلان يلا احسن ما عجبك الشرطه يلا تيسر تيسر لولا لولا معلمك جارون معلمي مو هون حبيبي سوي لي شاي هذا انت جيت والله جابك وقت وما حدا سمع عليك لا انا لحالي ماشي شو رايك ضربه بضربه شلون يعني
يعني بضربك تضربني، اللي بيوقع اول شيء والخسران. يا سيدي موافق. فرد جوز على وليه. روح على وليتك دغري، ما بحب الولدنه. هلا دوري انا. نزل ايدك. شو هاد؟ وين قاعدين انتو؟ بالمكتب. معلم، هذا الزلمه عم يتهجم علينا، اجى وسلخني كف، طلع شو سوا فيني. نبرو، كل واحد لمحله، يلا. معلم شو مشان الشغل ابو راتب عالي اللي وعدتني فيه؟ الحمد لله. قديش انا رجل محظوظ، لانه عندي مرة عظيمة، ام عظيمة، بليلة وحدة ضيعت بنتها مرتين. ايه معها حق، يعني المرة ما بدها تخسر شغلها، عندها الشغل اهم من كل شيء. انا هلا رح فرجيك كيف رح خليها تشتغل منيح وتعمل علاقات مع العالم. الست لوسي. اكلت كفين بالمعيه. فرديها، فردي لي هالوش الحلو، فردي بقى. يلا شو جابك انت كمان لهون؟ اذا كان هون ايه ضربها وضربني. عفاف مشان الله خليه يحمل حاله ويروح يتركني بهمي. مدام والله بزعل منك. ها انا جاي ركض لاني بخاف على مصلحتك وخايف عليكي، تقوم بتلعيني؟ لانه جوزي مفكر انه في بيني وبينك علاقه، لانه حضرتك عم تقول لكل العالم انه نحن متفقين على الجواز. هيك امك ومرتك قالوا لي يا كذاب. حل عني بقى. يعني مدام اعطيت امك بالصلاه على النبي شوي. اللهم صل على النبي. مو بس هيك، بنتي الله اعلم وينها، حدا دعسها، حدا خاطفها، مذبوحه، قلبت الدنيا عليها وما لقيتها. حبيبتي طولي بالي، هلا الشرطه بدور عليها وبيلاقوها. مو هيك؟ خلص مدام، امري الله، انا بجيب لك اياها. شو؟ شلون حتجيبها؟ هاي حروح ادور عليها. مدام انا يعني بدي لك شغلي، انا بصراحه اللي عملته والله العظيم بس هيك حبيت تعتذريني يعني وبيض وشي معك. بنتي هون؟ بهذا البيت؟ ايه بس بالحفظ والصون يعني. نزل جيبها. طيب زعلانة مني؟ نزيل جيبها. اهلين تقبرني؟ بعيد الشارع عن بدنك. فوت جيبي البنت على السريع. ايه فوت شوي وبتصل. منين اتصل؟ نواف اخذها هي والكلب ومعهم ابلمبا. ان شاء الله بقبرك انت ونواف وابلمبا. لوين اخذها؟
غدا يورجيها لرفقاته. ان شاء الله بتبقوا فرجه. شو عم تحكي انت؟ فوت، قلنا لك خمس دقايق وبتجي. شو بدي اقول لامها اللي واقفه برا؟ ايه خليها تفت لها خمس دقايق، ما رح يصير عليها شيء، ما رح يصير عليها. مين هاي بدك تفوتيها خمس دقايق لعما؟ ما عاد تستحقي انت. الممثله لوسي. عن جد؟ اي والله. اماني فوت لنا اياها شوي مشان نتفرج عليها. مدام شرفي نشرب لنا فنجان قهوه قبل ما تجي. شرفي يلا. مين هي اللي بدها تجي؟ ساره. ساره؟ ليش وينها؟ مو قلت لي انها هون؟ هون مدام، بس صار هيك انه داخل شوي اخذها جوز اختي فتلها وجايه، يعني ما في مشكله. الله لا يعطيك عافيه، لا انت ولا جوز اختك، ندفس على قامتك، هلا بتخلق خلقها. بخلقها مدام، بخلقها، طولي بالك. شوف والله لسه لاخرب بيتك. مدام نصرة خينا، مدام هالزمة زمورة؟ بالله شو صار معك؟ مدام عم تقلي اختي انه هي وبنت حماها مو طيبات زيادة، فبنت حماها بتحبك، لما شافتك صاروا شوي طيبات زيادة، فوقتها انت هيك بمعيتك يعني بتصلحي الوضع، بتنزلي بتكسبي فيهم ثواب، يعني صار بتضطري الأمور. لك يا بني آدم انت ما بتفهم؟ خاطف لي بنتي والبنت ما مبينه لهلا، وصار لي ساعه عم بستناها، وكل شوي بتقلي 10 دقائق وبعدين معك، ما بتفهم غير لاتصل بالشرطه انت. طيب مدام ليه معصبه انت؟ يعني طولي بالي. اخي ما بدي طول بالي، انا بروح على بيت البطيخ، قلي وينه. لا طولي بالي. شو ما بتفهم؟ شو بتضحكي؟ شو بتضحكي؟ وين بيت البطيخ رفيق جوزك؟ شو اسم الزلمة؟ أبو نوزة. مرحبا أختي. أهلين. نواف عنكو؟ مين نواف أخي؟ بيت مين بدك؟ مو هون بيت أبو ميزة؟ لا مو هذا بيته. طيب وهين الممثلة بالله؟ بلا وين بيته أبو ميزر دخيل عيني؟ لا بالله وهين الممثلة. هي ضربت الصخن، وين بيته دخيل عينك؟ أنا مستعجل عليه. هلا الباب اللي بعد بابنا ببابين. أيوه. بس لا تعذب حالك أخي، ختموا بابه بالشمال أحمر من 10 أيام وهلا هو محبوس بالسجن. ممنونك. ما بعرف لك اخي، مشي لاخر الشارع، خلينا نسال عن الازرق، بلكي جوزي عنده. نسال عن مين؟ الازرق رفيق جوزي. ان شاء الله هذا هو جوزها لاختك اللي قلت لي حب حبجي. لا مدام هو يعني هي قصه هيك شوي قديمه. الله يخرب بيتك ولا يوفقك، اطلع على قسم الشرطه، اندفس على قامتك اطلع. شو مدام شو شرطه ما شرطه؟ دخيلك تبوس ايدك ما في داعي للشرطه. لك شو تبوس ايدي انت كمان؟ شو بيعرفني وين اخذها للبنت؟ شو بيعرفني شو صاير فيها؟ لك الزلمه بيتعاطى يعني مو بعقله؟ اندفس على عمتك طلع على مخفر الشرطه. لك هارون احكي لك كلمه، شو بكون؟ مدام بدي اقول لك شغلي انا. ما عاد بدي اسمع صوتك، حرف واحد ما بتحكي، كل شيء من ورا راسك. يا مدام انا ام مثلي مثلك، يعني كرمال الله بلاها قصه الشرطه. لك مشونا خلصونا يلا لشوف وين اخرتها معكم يلا. Thank you.
بدك عم تدق؟ وين بيت ميزة؟ ما بعرف وين. ما بعرفه. شو صار معك؟ مدام عطرت امك بالصلاة على النبي الا ما تلتقى. خلص لهون وحاج، لو كنا بدنا نلاقيها كنا لقيناها على المخفر. لك خلصوني يا جماعة على المخفر بقى. يا مدام ليش المخافر والبهدلة؟ خلص نحن بنلاقي لك اياها، نحن بنجيب لك اياها. أنا ما عاد فيني أعصابي فرطت، من وين بدك تجيبيها؟ لك يا هارون بوس إيدك، اسمع شو عم تحكي، خلينا نروح على البيت بلكي منلاقيهم. أخي خلصني، اطلع على البيت، على السريع اطلع على البيت. لك شو ما عندك إحساس أنت؟ ليكو 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 شفتوا شلون ما سوى ولا شيء؟ قلت لكم ما رح يصير شيء. يلا ماما قومي. أهلين مدام. حل عني انت كمان ناقصني. يلا ماما اطلع على السيارة. لا انا بوصلك. انا ليك لا بتوصلني ولا بتجي لعندي ولا بدي اشوف خلقتك، فهمان؟ واحمد الله اني حاتركك بدون ما اعمل لك شيء. قيم ايدك. يا أخي فكرناها حبابة طلعت لقينا. بدك شي؟ أخي ليش متضايق؟ مالي متضايق، بالعكس مبسوطة. طيب شو رأيك نروح ونزور أمك هلا؟ إي والله والله ما تفقلب عليك. مالي رايق لهلا، بعدين بشوف. لك يا أخي ليش مانك رايق؟ بعدين القصة ما بدها رواق، هلا بتخطف رجلك، منه بتشوفها لأمك ومنه بتشوف مرتك. لا تقولي مرتي، أنا كرهانة وكرهان حالي، مشان هيك ما عم روح، منيح هيك؟ لك شلون مو مرتاح؟ كنت لا تتجوزها من الاول. بعدين اخي مشان الله لا يكون طبعك ردي ولا تكون اخلاقك صعبه وصاحب مشاكل. هلا اللي بيعمل منيحه بصير ردي وصاحب مشاكل؟ اي والله الحق بايدك اخي، بس هلا شو الحل؟ شو مشان امك؟ خلص رح اروح اشوفها. بتقبر قلبي يعني هلا رح تروح لعندها؟ لا بشوفها برات البيت. طيب وين يعني وامتى؟ الى بكره عند الكازية الساعه 7. تعال. وين رايح؟ حاكيني. عندي شغل، بشوفك بعدين.